ومن أهداف المرصد الجزائري للوقاية من الفساد ودعم هياكل الدولة دعم القضايا العادلة مثل قضية فلسطين التي هي نحن معها ظالمة أو مظلومة، وهذا وفقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذلك قضايا الجالية الجزائرية بالخارج. نبارك ميلاد المرصد الجزائري للوقاية من الفساد في ولاية تبسة، ونتمنى إن شاء الله أن يطلع بدوره ومهامه في مكافحة الفساد، خاصة في ظل يعني سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد أينما وجد وأينما كان، لأن لا يمكن أن تقام دول أو تنجح دول في مسارها الاقتصادي إذا كان هناك فساد مستشرا في دواليب الدولة. فنتمنى لهذا المرصد التوفيق والنجاح والقائمين عليه العمل أكثر من أجل القضاء على كل أوجه الفساد في ولايتنا. نتمنى أن تكون إضافة جيدة للمدينة، ونشكر كل من حضر معنا في هذا اللقاء المبارك.